بيخشلك بقى على اي عصابه من دول يقول لك ايه، وسع البابا جه ولابس لك بقى سلسله قد كده، بيبص لفوق كده مش فاهم يبص على ايه فوق، وسع يلا البابا جه. فاكرين زمان الفتوات في الحارات، او الشخص اللي كان مكوش على الحته كلها ومحدش يقدر يقول له تلت التلاته كام، اللي ببسطه واحده يجيبك الارض، اللي لو عندك حوار هو اللي هيحلهولك، بيفهم في الاصول والكل بيعمل له الف حساب. الخناقات والازمات والمشاكل محدش بيحلها غيره، وبينيم ابو قتاته كلها من المغرب. مين لوشا اللي متصدر الترند الساعات اللي فاتت ومتابعينه بالملايين؟ بيعمل ايه وشغال ايه؟ وليه بيقولوا عليه اسد المدينه؟ وايه حكايه شغله في السينما؟ قصه لوشا دي كبيره ومحتاجه تفاصيل كتير. انا ماريا مجدي، ويلا بينا نعرف كل الموضوع. الحكايه كلها ان الشاب ظهر على تيك توك وقدر في وقت قصير جدا انه يحقق نسب مشاهدات عاليه جدا، وكمان بيتابعه عدد كبير جدا بالملايين، واللي بيقدمه محتوى غريب شويه، اللي هو المفروض المتابعين يقلوا مش يزيدوا. ومش بس كده، الفيديوهات دي بقى يا باشا بيصورها بكاميرات احترافيه في حواري ابو قتاتة، وبيلعب بالفلوس لعب، ولازم يدخل بعربيته الجيب علشان يحل اي خناقه. لوشا له مبدا ماشي بيه في حياته وعامله حلقات، وشعاره هو الثبت على المبدا، ودايما بيقول للجمهور اسمعوا كلام ابوك وامكوا حتى لو مش على هواكوا، ويا ويلك يا سواد ليلك لو فكرت في مره تقلده، انت تتفرج عليه بس لانه بيزعل وزعل وحش. ومن حبه في مصر طول الوقت في فيديوهاته بيطلب من الشباب يضحوا بنفسهم وحياتهم، وده علشان خاطر بلدهم. وظهر قبل كده بلبس عسكري وعمل كانه ظابط، اسد المدينه راح اسد المدينه جه. لوشا مسمي نفسه اسد المدينه، وده علشان الكل بيعمل له حساب واعتبار في اي حته بيروحها. ومش بس كده، لوشا كمان ممثل، ايوه بيشتغل في السينما دوبلير، وبيعمل المشاهد والحركات الصعبه واي اكشن ممكن يجي في خيالك اللي كتير من الفنانين ما بيعرفوش يعملوه. لوشا كمان مربي معزه وبيحبها قوي، وبتظهر معاه في كل فيديوهاته، وبقت جزء ما يتجزأش من شخصيته. ولان لوشا جدع وابن بلد، دايما في فيديوهاته بيقول ان ما ينفعش الراجل يجي على الست، ودايما واقف في صف الستات، ولو لقى راجل بيضايق ست بيوقفه عند حده ويجيب للست حقها تالت ومتل. الغريبه ان الجمهور اللي بيتابعه اغلبه من الصغيرين والاندر ايج، اللي شايفينه قدوه في الشبحنه وفرد الدراع. بس اللي زعل الناس منه بقى هو ظهوره في بعض الفيديوهات بآلات حاده، بس بسرعه طلع بعدها وقدم اعتذاره للناس عن تصرفاته والحركه دي، علشان ما يبقاش السبب ان الصغيرين دول يقلدوه. اصيل يا لوشا. وحصل حوار كده بين حد من معارفه اسمه سفاح وناس تجار كانت هجم عليهم وتسبب في تلفيات لمحلاتهم، وطبعا التجار دول كان ليهم حق عرض وطلبوا تعويضات للتلفيات دي، فيعملوا ايه؟ بالظبط كده، مفيش غير لوشا اللي هيجيب حقهم. ولوشا قال ايه بقى للتجار دول علشان يراضيهم؟ انتوا قد الدنيا ومفيش حد على ايد حد، وانا بكلمكم في اصول ورجوله، مش كل التعويضات اللي انتوا طالبينها من حقكم، لان مفيش حد حصل له حاجه، وده علشان هم كانوا عايزين عجل تعويض، بس طبعا من ناحيه التلفيات اخواتي ملزمين بيها. والتجار ساعتها طبعا ما قدروش يتكلموا، وقالوا له علشان دخلت الرجوله بتاعتك دي يا لوشا محدش يقدر يتكلم، وعفى الله عما سلف. من المبادئ بقى اللي ماشي بيها في حياته انك تقول الحق لو على اللي منك، وده اللي ظهر لما واحد قريبه اتفق مع حد تاني على شغل ولعب بديله من وراه. طبعا الراجل ده قصد لوشا وقال له يرضيك اللي حصل يا لوشا؟ قال له لا طبعا، وفورا اتصل بقريبه ده وخلاه يجيله بسرعه، وقال له لازم يحترم الاصول ويستغل الشغلانه عن طريق اللي جابها له، مش يعمل اللي عمله ده. ساعتها قريبه ده سمع كلامه واعتذر للراجل والموضوع خلص. بس نتكلم بجد بقى، بعض الجمهور قال ان ده النتيجه الطبيعيه لافلام محمد رمضان، وان محمد رمضان تمثيل انما هو على ارض الواقع، وبالتالي ده هينقله للناس في الشارع، ده مجرد نموذج وظاهره شفناها مكتسحه الترند. والسؤال هنا بقى، انت مع ولا ضد شخصيه لوشا؟ هل شايفين انه بيساعد في نشر البلطجه والافعال الغير لائقه، ولا شايفينه جدع وابن بلد ومصلح بين الناس في خناقاتهم ومشاكلهم؟ شاركونا برايكم في الكومنتات.